السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا مية 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 مية. اهلا بيكم في كبسولة ايطاليانو صغيرة بس طارئة جدا، علشان دلوقتي انا شفت الموقف فضحكت قوي قوي قوي، فقلت ايه، هقف مكان ما شفته واحكي لكم عليه. اوكي، انا دلوقتي ماشي على الطريق سايق زي ما انتم شايفين هنا، لكن فعلا على الطريق يعني، فلقيت واحد كاتب على الازاز بتاعه ايه، زي عندنا كده في مصر بنكتب على التوك توك وبنكتب على اي حاجه يعني. فهو كاتب ايه بقى؟ كاتب اللي انا هقوله لك ده، واعتبره كبسولتك النهارده اللي هي جات لك ايه، جات لك فجأة كده. الراجل كاتب ايه؟ الراجل كاتب لي بيرسوني اللي هم ايه، اللي هم الناس يعني. انتوا موجودين ولا ايه؟ لو موجودين كده شخللوا يعني. ها ماشي، لو موجودين. الراجل كاتب ايه؟ لي بيرسوني كومي لي سكاربي. لي بيرسوني كومي، والله على الازاز بتاع عربيته بس عجبني قوي. لي بيرسوني كومي لي سكاربي، يعني الناس زي الجزم، الناس زي الجزم. اوكي، لي بيرسوني اللي هم الناس، كومي يعني زي، وقلنا احنا بنعبر بكومي لما نيجي نقول حاجة زي حاجة، نقول احمد زي الحاج احمد، احمد كوم الحاج احمد كده يعني. وكومي بنستخدمها لما نحب نقول ايه، ما او ماذا. كومي تكيامي، اوكي، كومي كومي فا التيمبو، يعني الجو عامل ايه. فالراجل بيقول لي بيرسوني كومي لسكاربي، الناس زي الجزم. quando ti fanno male، quando، عندما، quando باللغة الإيطالية يعني متى أو عندما. ف quando ti fanno male، لما يوجعوك، لما يضايقوك، لما يخنقوك، أي فيلم من الأفلام دي، te ne devi liberare. ليبراري يعني ايه؟ ليبراري، انتوا عارفين ان ليبرتا يعني الحرية، ليبراري يعني يتحرر او يحرر شيء. اوكي، سونو ليبرو يعني انا حر. اوكي، تو ساي ليبرا، انت حرة. يبقى لي بيرسوني كومي السكاربي، الناس زي الجزم. quando ti fanno male te ne devi liberare. te ne devi liberare يعني ايه؟ لابد ان تتحرر منهم وتسيبهم. يعني في ناس في حياتنا بيبقوا عاملين بالظبط زي الجزمه الضيقه عليك، طول ما انت ماشي عمال تزك كده وتحرك وما انتش مرتاح، ونفسك حد يضربك 100 جزمه على وشك عشان تستريح يعني. وفي ناس بيبقوا في حياتنا برضو بيبقوا عاملين ايه؟ حمل تقيل كده، مخنوق، ناس تبقوا عاملين زي الأثب كده. فالناس دي زيهم زي الجزم. vanno trattate allo stesso modo، vanno trattate allo stesso modo. يبقى كده عرفنا تفاصيل المثل، تعالى بقى ناخده كلمة كلمة عشان ايه، نحفظ كلماتنا الجديدة. أول حاجة le persone اللي هم الناس، كومي لسكاربي زي الجزم، الناس والجزم مالهم بقى؟ vanno trattate allo stesso modo، vanno trattate زي ما قلت لك قبل كده. الشيء ده va buttato، بنرميه. الشيء ده va conservato، الشيء ده va messo qua، ده احطه هنا، ده ارميه هنا، ده اعمل كذا. ف vanno trattate يعني بيعاملوا بنفس المعاملة، allo stesso modo.
lo stesso modo, la stessa persona, la stessa scatola, lo stesso modo, nafs ashi, nafs tariqa, nafs l'uslu. Allora, le persone come le scarpe vanno trattate allo stesso modo. Quando ti fanno male, te ne devi liberare, te ne devi liberare. E gli talibi yقول لك ايه, me ne vado, زي ما بيجي يقول لك مثلا ايه, te ne devi, يعني ما يقولكش بس devi, tu devi او tu ti devi liberare, لا يقول لك te ne devi, زي الايطالي ما بيقول لك مثلا io, ممكن يقول io vado via, وبرضه الايطالي يقول لك ايه, io me ne vado. Io me ne vado, لازم يعمل بيدو كده الحركة دي كده. Io me ne vado. زي ما بيجي الإيطالي برضو يقول إيه؟ Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. ما هو ممكن يعني أنا ما بيهمنيش أي حاجة خالص. ممكن يقول Non me frega. لا, Non me ne frega un cazzo. Io me ne vado. Tu te ne devi liberare. بس كده. هو ده كل الموضوع. يبقى الراجل عجبني قوي لما كتب على الإزاز الحكاية, لدرجة إن أنا قررت أقف في الطريق وأحكي لكم الكبسولة اللي أكيد بالنسبة لكم هتفيدكم وهيبقى فيها كلمة جديدة, أي حاجة جديدة اكتبها كالعادة واحفظها وحاول تدخل الكلمات الجديدة في جملة, ولو عايز تسأل اسأل سواء في الكبسولة دي أو في أي كباسيل تانية عادية. تشاو.